السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجواء دافئة والرياح متغلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 6 إلى 20 كيلومتر في الساعة. والأجواء بشكل عام خلال الأيام المقبلة إن شاء الله أجواء دافئة خلال فترة النهار، ولكن راح تكون مائلة للبرودة ليلا. تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي في مدينة الكويت. أجواء صافية والرياح شمالية غربية سرعتها 8 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 23 درجة مئوية، رطوبة نسبية متدنية 22%، أما الرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 12 كيلو. ليلة أجواءنا تميل للبرودة والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 6 إلى 22 كيلومتر في الساعة. ودرجات الحرارة المتوقعة في منتصف هذه الليلة مدينة الكويت 14 درجة مئوية، مناطق الشمالية والشمالية الغربية من دولة الكويت السالم الشقاية قد تصل إلى 11 درجة مئوية. في مساء الغد أجواءنا دافئة، وأيضا استمرار للرياح المتقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية تكون خفيفة إلى معتدل السرعة بشكل عام ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة في مساء الغد مدينة الكويت، نلاحظ أعزائي المشاهدين ارتفاع نسبي في درجات الحرارة قد تصل العظمى إلى 25 درجة مئوية. أجواء دافئة بشكل عام بالنسبة لجزرنا الشمالية وأربع بوبيان وفيليتشا ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية. الأجواء البحرية إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة جيدة لممارسة أي نشاط بحري، وحالة البحر خفيف الموج وارتفاع الموج من 1 إلى 2 قدم. مواقيت من الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أذان الفجر في الساعة 5:07، موعد شروق الشمس في الساعة 6:26، أما غروب الشمس في الساعة 5:38. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام القادمة إن شاء الله أجواء دافئة بشكل عام خلال فترة النهار، ولكن تميل إلى البرودة ليلا مع استقرار وأيضا اعتدال في الرياح الشمالية الغربية ما بين 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. ولاحظ أعزائي المشاهدين أجواء دافئة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة الكويت ما بين 24 إلى 25 درجة مئوية. بالنسبة للصغرى قد تصل إلى 8 درجة مئوية، ولكن ابتداء من يوم السبت تتحول الرياح إلى رياح الكوست جنوبية شرقية، وعودة لفرص أمطار الخير مرة أخرى. قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق وتستمر معانا رياح الكوست حتى يوم الأحد، وفرص الأمطار موجودة ابتداء من مساء يوم السبت إن شاء الله وتستمر معانا حتى يوم الأحد على فترات متقطعة، مع تحول الرياح إلى رياح الكوست متوقع نشاطها خلال فترات تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 45 كيلومتر في الساعة، وفرصة الغبار خاصة على المناطق المكشوفة لدى النوه مرتادي الطرق السريعة أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة في الخطوط السريعة بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية. ودرجات الحرارة العظمى قد تصل إلى 25 درجة مئوية، وقد تزيد عن ذلك بفعل الرياح الجنوبية الشرقية خاصة في المناطق البرية والزراعية من دولة الكويت. بالنسبة للصغرى قد تصل إلى 10 درجات مئوية. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، ولا مع درجات الحرارة حول عواصف العالم.